انت راضي عن مشوارك في النادي الاهلي؟ مشواري في النادي الاهلي ده انا مش راضي. انا قعدت في مصر ورفضت اطلع بره في السعوديه ولا الامارات ولا الدول الاخرى ان انا ولا ارجع السودان عشان النادي الاهلي. طيب بيتي الكبير يا كابتن مصطفى. طبعا بيتنا كلنا. هو ليه فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا بيتنا كلنا عشان كده. طيب بعد ما وانت لعيب كوره وبقيت مشهور دخلت كليه هندسه. اه. مش كده؟ اه. هل الكوره عطلتك عن الدراسه شويه ولا اديتك حافز انك تكمل بين دي وبين دي؟ يا الحافز موجود بس شقيت قوي يا كابتن مصطفى. كنت بطلع من الماتش على المذاكره على الدرس الدروس على الامتحان تاني يوم من غير ما انام واجي التمرين الصبح الساعه 10 اديك انت عصرتنا. تمارين الصبح دي مهمه جدا. الساعه 8 الصبح دي كنا لازم نبقى موجودين في الملعب. فانا طبعا تعبت وانا ما نجحت وربنا كرمني يعني الحقيقه. انا كنت سعيد جدا ان انا قلت والله ده توفيق كبير من عند ربنا. خلصت 5 سنين هندسه في 5 سنوات بدون اي وانت بتلعب وانا بلعب. يعني انت عاوز تقول رساله للشباب ان الدراسه مش هتحجب عنك اي الرياضه مش هتحجب عنك الدراسه ولا اي حاجه. اه بس في مشقه جامده جدا لو انت عايز تستكمل دروسك. ما احنا قلنا بقى اللي هنا العزيمه والاسرار عند طبعًا الانسان اللي عاوز بالتاكيد انا كنت عايز وانا جاي لهذا الهدف. نعم. دلوقتي اغلب اللعيبه بيسيبوا الامتحانات يا كابتن مصطفى عشان يروحوا يسافروا للاولمبيكس والاولمبياد. مظبوط. وده في ماتش ما اعرفش فين مع النادي مش عارف ايه مش عايز يروح الماتش. فاهم قصدي؟ مش عايز يروح الامتحان. ودي حاجه انا طبعا كنت لا اقبلها. ده انا حتى في مره في امتحان كابتن هدوكوتي في المحله وانا كنت يوميها كان عندي امتحان بكالوريوس فجي بيقول لي هدوكوتي بيقول لي انت ابن المجنونه عندك بكره في ماتش في المحله وعندي امتحان بكالوريوس. قلت له هروح الماتش ورحنا وكسبنا 1-0 انا جبت الجول. فاكر انا فاكر. وتاني وبعديها امتحان بعديها بثلاث ايام. انا بقى طلعت بقى من الامتحان على المحله. انا فاكر عربيه جابتني. عربيه جابتني عشان انا مش عارف. انا فاكر. انا ما كنتش بفوت امتحان ما كنتش بفوت سكشن ما كنتش بفوت لكن اذا كنت التمرين قال لي التمرين لازم تكون حاضر عشان تلعب. لو ما حضرتش التمرين ما بتلعبش. دي حقيقة. اللي بعديها انت حاضر. دي حقيقة. كانت مشقة جامدة لكن الحمد لله قدرت اتغلب عليها وعندي مجموعة من الزملاء كانوا بيساعدوني في الحياة.